الازمه هذه اول حاجه بعدا نهنيو اللاعبين حقاس اللاعبين قدموا مردو طيب في عده مقابلات ما توصلوش بالمستحقات ديالهم فهذا حق مشروع ديال اللاعبين انهم ما يجريوش التدريب كذا هو الماتش اللي خسرنا من الفورفي فكانت خساره الكره الكلاسيه الكل تحصر على هذا الفورفي هذا اللي درنا واحد نقطه تنقولها الاخوان اللي تنشكرهم شكر جزيل الاخوان ديال الدار هي اللي خصنا كان يعرفوها واللي في مكناس وخارج مكناس باش ما تلوموش هاد اللعيبيه ولا مشي شي واحد يلوم الستاف ولا شي حاجه سمعوا القصه الحقيقيه تعطتنا وعود مع السيد الماحي غتكون شي حاجه وتبقى تكون شي حاجه وعيطنا في جوج الليل مشينا في جوج الليل قالنا غتبقى تكون شي حاجه واخا من بعد انا والمدرب ما نعسناش ترهبوا اللعيبيه على غدا باش يجيو والدراري يجيو ما يمكنش ما يجيوش الدراري انا عارف احنا لعيبيه ولاد عائله وعندهم شرف مازال الخير في المغرب كاين رجال في المغرب وجاوا الحمد لله واخا ما جات حتى شي واحد السونتر ما كاين لا دواء ما كاين والو عيطنا السيد الدكتور بنوا مشى مسكين داك السيد هذا راه غير اديرون عباد الله راه ما عنده حتى الورقه راه ما صوبوا لهمش الوراق لي زاديرون ما عندهمش الوراق راه ما صوبوا لهم حتى حاجه هاد الناس خايفين من كل شيء جا وجابنا الدواء وجابنا المسائل لاستو بلاص وجدنا الدراري رغبناهم دخلوا ولكن هما كانوا مصممين لان صافي سي ماتش ولا سات ماتش وما تيوك حنا ما غنلعبوش وتيرغبوهم وكرهبوهم وتيدخلوا عاود يدخلوا وصل السيد الزوبه ملي دخلوا الفيستيير وصلنا لو مومون دو فيغيتي لو مومون دو فيغيتي سا سابيل لو مومون دو فيغيتي منين دازوا عند اربيتو هبطوا الدراري تبدلوا علينا انا والمدرب تشوفوا قلت له شو الدراري مالهم صفر راه غادي الدراري شو كيدايرين تنقول الاولاد مالكم ما كاين مشكل راه يكون خير الله يعطيكم الرضا اون سوكار ما يكون خير غيكون خير نسينو هاد ربع ساعه نسينو ثلث ساعه نصاح حنا كنسينو ما كاين حتى شي واحد والله ما كاين شي واحد وتقسكم بالله الذي لا اله الا هو لو كان جات يد فيها الخير وباغا الخير للمكناس وتحط عليه يد واحد فيهم ولا الكابتن ديك قسم الا كانوا غيدخلوا ولي والله ما جا شي واحد بلا تيبكيو والناس كتلوموا على جدارو فورفي في يجي شي واحد يحترم يدو والله حتى يدخلوا ماشي حتى شي واحد خلاوا فرقه مسكينه هكاك يتيمه وتجيو تقولوا ستاف ولا تقول لعيبيه راه كانوا باغيين يلعبوا والله ما باغي يديروا شي اضراب ولا شي حاجه ولا ما يدخلوش يلعبوا وجا شي واحد يكذب عليهم كاع كيما فين تيكذبوا عليهم وراكم دخلوا ونقسم بالله الا كانوا باغيين يدخلوا انا راه بقيت نبكي في الكولوار تما انا عبد الرزاق انا والمدرب تنبكي وانا وياه حرام اصاحبي راه حرام تجيو يقولوا ولادنا تجي تقول لهم هذوك ولادكم انتما تقولوا الدراري ولادكم خليهم بالتشجع بلا دواء لا والو وكتعرف يعني اللاعب اللي تيكون يعني براني كتكون المعيشه صعيبه وتيكون يعني خارج على المدينه ديالو وعلى الاصدقاء ديالو وعلى العائله ديالو فصعيب انه باش تعيش يعني مع نادي وخارج للديار ديالك وزيرو درهم بصح الحمد لله يعني كاينين الناس اللي غيورين وتيحسوا باللاعبين تيحاولوا باش انهم يبقى داك الجو تيحاولوا باش انهم يوفروا واحد المبلغ واخا يكون بسيط باش انه اللاعب يحس براسو انه كيف ما تنقولوا كيلعبوا الكره هادشي كامل اللي كيديروا فيه الدراري كيديروا على وديت فرقه ديال الكوديم كبيره عليهم وعلى بزاف ديال الناس بحالهم يعني حتى اللعابه حتى هما ملي كندخلوا بالخصوص ملي كندخلوا لونطريمو كنبداو لونطريمو ديالنا يعني كتنسى المشاكل يعني اقل حاجه كنفوجوا بها هي ان معنا الدراري بعدا ولاد الناس يعني كنساو مشاكل ديالنا كنساو اي حاجه كنساو فلوس المهم كتدخل كترين ديك السيونس ديالك ديك الساعه ساعه ونص كدوز ضحك واخا الداخل ديالك راه عامر بزاف كين كتقول ماشي مشكل ابسط حوايج ديال ما عمري شفنا هادشي في حياتي ابسط حوايج اللي خصهم يكونوا في نادي المكناسي هو الكرا تخيل دابا 4 شهور ديال الكرا حنا طالعين في 5 شهور يعني الكرا ما كيتخلصش لك الموضوع ما كيتخلصش إيه حنا اللي كنتكلفوا راسنا واحد كيديباني منا واحد شي واحد كيديباني منا كتخلص الموضوع باش على اساس انهم يدوكش مكانه واخا داو هانينا ولكن كتقول ماشي مشكل ضحي شي شويه من عندك لعل وعسى يجيب الله الفرج ولينا عايشين في واحد الحلم ديال الهضره شي حاجه ديال الواقع راه ما كاينه حتى شي حاجه والو راه السفينه غاده وصافي علاش حيت اقسم بالله العظيم الى لقاو ولاد الناس فرقه فيها ولاد الناس حيت
كاينين كون لقاو شي دراري وحدين اخرين كنظن كره الفرقه طاحت كره كلاسي مع الاخرين والدراري من البداية ديال العام زيرو درهم كدوز 3 شهور شهرين 4 شهور عاد كتقبط واحد السالير كتحاول تسير به راسك هذه هي القوه ديالهم تلاحم الثقه والحب كاين واحد الاحترام كبير الحمد لله خدمنا على هذه النقطه هذه واستطعنا اننا نخلقوها هي اللي عطات هذه القوه وجا من بعدها سلسله ديال النتائج اللي هي نتائج ايجابيه زياده على المحيط المحبين الغيورين كنقولها يعني كنلح عليها وكنقولها كنبرك عليها ان الناس كتبغي الفرقه بزاف الحمد لله بعد ما تبين ان الناس تخلاو على الكوظيم ولكن الحمد لله مازال الخيط قدام مازال ولاد الناس مازال الناس كذبنا هذيك القضيه ديال ان كلاس ما فيهش رجال لا كلاس الحمد لله بخير والقادم افضل ان شاء الله. الاخوان المحمديه مشكورين من الرئيس ديالهم مشكورين شكر جزيلا صيفطوا له قالوا راكم معروضين عندنا كل شيء خالص وكل شيء سميتو تنشكرهم جزيل الشكر ولكن كنسى الحمد لله الفريق ماشي يتيم ما عنده ماما وعنده بابا ومازال عنده الناس اللي كتبغيوه جا سي فؤاد خلصوا كل شيء والاخوان اللي ما نساوش خيرهم هما الاخوان المنخرطين اللي هاد الايام اللي كان فراغ كان فراغ كبير جيت نكتب فراغ كبير ما كاين حتى شي واحد ما كاينش الدراري اللي جالسين في السونتر منهم الاخوان اللي خارج المدينه مكناس هنا كنا الحمد لله مغاربه من طنجه الكويره ماشي ما تنقولش انا برانيين هذيك الكلمه ما تنقولهاش هما اللي تيتكلفوا منهم السيد الدكتور بوانو بونوا السيد الدكتور بونوا اللي ما نساوش خيرو عيطوا له في التليفون تنقول له راه الاخوان راه ما عندهم ما ياكلوا تيتصل باخوان سي عز بنونا وسي عادل التراب وسي كريم الزاهر وسي بونوا تيجي من فلوسه ماله الخاص تيخلص ويشري الماكله ديال سيمانه ولا 10 ايام ويتصل بك سي بنونا يقول لك شنو خاص شحال الفلوس خاص المهم هاد الاربعه الناس ولا خمسه انا تنشكرهم جزيل الشكر تنستغل الفرصه النادي الرياضي مكناسي ما تيمنى عليه حتى شي واحد حيت اصلا نادي كبير ويستاهل اكثر ربما التضحيات اللي غادي نقدو نديرو حنايا ما درنا والو الجمعيه ربما مساهمه بسيطه وكنا تنتمناو ان النفخه والنخوه ديال ولاد الاسماعيليه ولاد مكناس تخرج للحيز الوجود تناشدوا الناس ديال السلطه والناس ديال المجلس الاقليمي والعماله وجميع المتداخلين اللي كاينين والناس المستثمرين اللي كاين في مدينه مكناس انهم ياخذوا البادره ينقذوا ما يمكن انقاذه قبل ما نقولش فوات الاوان علاش لان مكناس ما عمرها ولا تتموت فانا تنوجه نداء الساكنه ديال مدينه مكناس والناس اللي الناس الرجال ديال مدينه مكناس حيت فاش نقولوا نادي مكناسي تيعيش ازمه ماليه انا تنقول نادي مكناسي ما كيعيش ازمه ماليه نادي مكناسي كيعيش ازمه رجال ازمه رجال لحقاش الرجال ديالو اللي كانوا كيوقفوا معاه في الماضي ما بقاوش كيوقفوا معاه دابا ولينا كنشوفوا ناس كتجي باش تاخذ ماشي كتجي باش تعطي كتكلم عن المسير حيت الان كاين اتصال واحد اللي مره مع الرئيس كاين اما باقي ما تنقول لك من نهار ضرنا اللاعبين قرروا ياخذوا يخوضوا الاضراب ما كاينش تواصل فهاد الموسم هذا تنقول لهاد الناس اللي كتسير النادي المكناسي وهاد المسؤولين هادو كنقول لهم فشلتم فشلا ذريعا وحان وقتكم لترحلوا جميعا. لقيتو بيان اورغانيزيو فشلتم فشلا ذريعا وحان وقتكم لترحلوا جميعا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.